مرحبا بكم. اليوم هنعمل حلوى كتير بسيطة وكتير سهلة. يلا الوصفة. نوضع قليل من الدهون في الوعاء. ماء 3/4 الكوب، يعني كوب إلى ربع، 150 جرام. سكر 1 كوب ونص، 250 جرام. نوضع السكر على مرحلتين. نشا الذرة نصف كوب، 50 جرام. نعصر نصف ليمونة. النكهات والتوابل هي اختياري، أنا وضعت 3 ملاعق كبيرة ماء الورد. نوضع قليل من لون الطعام، أي لون بتحبوه وبتفضلوه نوضع قليل من لون الطعام. نوضع السمن أو الزبدة ثلث كوب، 80 جرام، على مراحل، تقريبا 3-4 مراحل بنضيفهم. نقلب المكونات جيد على البارد، على البارد طبعا. بعد ما تدوب المكونات، حتى بتدوب المكونات جيد، بنشغل الحرارة أقل من المتوسط لمدة 30 دقيقة مع التقليب المستمر. سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. هيك بنقلب جيد. عند التماسك بنوضع النصف الآخر من السكر. عندما تتماسك نوضع السكر والتقليب المستمر، طبعا باقي السكر. في البداية وضعنا نص كمية ووضعنا النصف الآخر. نوضع كل 5 دقائق نوضع قليل من الزبدة حتى تنفذ الكمية الزبدة، يعني كل 5 دقائق نضيف قليل من الزبدة كل 5 دقائق حتى تنفذ الكمية. التقليب المستمر. يمكن التأكد من النضوج بأخذ عينة، يفضل استخدام معلقة طعام أفضل، ما تعمله مثل ما عملت أنا، مثل هيك لازم تكون، مثل الكرة يعني بتكون. نوضع مكسرات، هي اختيار المكسرات الخشنة، الكمية والنوع هي اختيار المكسرات، يعني بكيف كنوع المكسرات. آخر كمية الزبدة بضيفها، المهم 80 جرام ثلث كوب، وبنقلب جيد لمدة 5 دقائق. بنقلب هيك، أصبحت جاهزة. بنوضعها في الوعاء، نجعلها تبرد تماما، وضعها بالثلاجة لمدة 2 ساعات قبل التقديم. نخلي نتركها برا تبرد، بعدين نوضعها بالثلاجة. هيك جاهزة، ويفضل يفضل التخزين يكون بالثلاجة. هيك بنترك نقلبها، بتنزل لحالها، بتنزل. كتير كتير هي روعة ومميزة، بالأخص للمناسبات. بنقطعها بالحجم اللي احنا بنحبه. ممكن نوضع مكسرات كمية اللي احنا بنحبها، ممكن ما نوضع مكسرات، يعني اختياري المكسرات ايضا، ممكن بدون مكسرات، ولكن معك مكسرات كتير روعة. بنقطعها بالحجم اللي احنا بنحبه، شايفين كيف؟ اكتر من روعة، يعني ألذ من الراحة، اللي هو الحلقوم الراحة، هي هذه ألذ بكتير. خلينا نزوقها. بصراحة أكثر من روعة. أتمنى تكتب لي رأيكم تحت التعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى اشتركوا قناة اليوتيوب باسم القناة شيف نايف، منشان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.